السلام عليكم. السلام. يا حي يا مرحبا يا هلا ومرحبا. الله محييك يا فارس صادف. القهوه يا ناصر. شنو يا شيخ؟ الا انت فارس وشاعر ونبي منك قصيده. والله ابشر بالقصيد. سلام. يقول ركز معي، هذه حكمه قصيده بس فيها حكمه. يقول انت شيخ لو ما انت شيخ ما قالوا لك شيخ. ركز، هذه حكمه يعني لو ما انت شيخ ما قالوا لك شيخ يا شيخ مريطه. والله ونعم الرجل هذا الانسان. ما هو سلامتكم. سلامتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا يا هلا يا سالم. قصيده تنجزله. تسلم يا شيخ. عندي قصيده فنان. سمعنا سمعنا قصيدك يا قصي. يا شيخ هذا كف وانت الطلقه اللي في راسك تضرب للواحد يموت بسرعه يطير ويطير زي الطيار. وانت تطير زي الطياره كذا وكذا وكذا وكذا. والشخص اللي قبل شوي جاء وعطاك قصيده هذا بعده سالف اسمه سالف ما عنده سالف. عقاب عقاب يا الخسيس. والله لولا الحياه منك يا شيخ لا ترده من المجلس وخلي عزاه بعد. اركضوا وراكم الربع اركضوا. والله يا شيخ اللي هو رجال بكره يبارز يا شيخ. يا ويله ويله بقطعش خنبه. يا الربع الوكاده الولد الصغير ذا يريد يبارزني. شفتوا اصابعي هذه الصغيره بفكها عليه وبتغلبه وبتفوز عليه. عيب لا تستهين بالرجال يا سالف. وباشر ان شاء الله في المبارز نشوف من اللي غلب، واللي غلب هو فارس القبيله. تم يصير خير. هل وعد باشر؟ اسمع. ايه صرت البارحة يم المقناص واجهني 5 ذيابة ما ودي احلف اذا زادت على 10. ايوه وجاك يمكنهم 10 ذيابة. إيه؟ وعندي البارودة عندي طلقة واحدة افكر كيف اقضي عليهم 10. خذيت الطلقة الواحدة حطيتها في قلب البارود. ايه وسويت باقي راحت عليهم واحد واحد. ذبحتهم وحدي بالليل. ذبحتهم عز الله. 10 ذياب ما هي بسيطة. يطلق عليك فارس القبيلة. تقهوى 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 عز الله. 10 ذياب ما هي بسيطة. تقهوى. أنا أشهد أني يطلق عليك فارس القبيلة. إيه اسمع صوت الذياب يا سال. يلا صوت الذياب تسمع أنت؟ إيه أسمع صوت الذياب. اللي بتهجم على حلالنا. تكفى يا سال تكفى يا سال. الوكاد إنها ما جت إلا من جوع، ومن عاداتنا نكرم الضيف، خلها تاخذ اللي تبي. كيف تقول خلها؟ وانت قدام شوي تقول انك قاتل 10 ذيابه، والذيابه غزت على حلالنا. عرفتك. انت ما عندك سالفه، والله انك اخرطي، واسترخص منك. تقلع، تقلع يا الخسيس، تقلع. السلام عليكم. وعليكم السلام. مالك يا قصي هكذا حزين؟ خليني لحالي. يعني نسينا الصحبة ونسينا العشرة اللي بيننا هكذا بالسرعة؟ سالفة الخسيس قلت له بكرة لأن انت رجال لا بارزني. يعني ما لقيت الا سالف. سالف هذا معروف في القبيلة، يعني اتحدى رجل يقابله في القبيلة. لكن انا عندي لك الحل. تعرف هذا ما اسمه بروسلي وجاكيشان؟ انا الذي علمتهم فنون القتال. تصدق؟ يعني انا بإذن الله أخليك يعني تغلب هذا سالف. قم معي وأعلمك خطوات فنون القتال. قم قم يا قصي. فنون القتال عديدة، لكن النقطة الأولى إرهاب العدو من بعيد، يعني هكذا هكذا إرهاب العدو من بعيد. النقطة الثانية وهي يعني النقطة الأهم ولا تستخدمها إلا وقت الضرورة، هكذا هكذا أتحدى الخصم أن يضربك على راسك. تقدر أن تحولها إلى راسه، يعني جرب خذ العصا هذه اضربها على راسي. ابشر. يا شيخ مريطة ما كنا الفارس تأخر؟ يا فارس سالف لك نص ساعة إذا ما جاء.
بتكون انت فارس القبيلة. تخشي وتراقب، انا موجود. هلا هلا، صب لي يا رماح. اسمع يا فارس سالف، وانت فارس قصي، المبارزة بدون السيوف. صنهات نعم يا شيخ، اعطيهم العصي. ابشر يا شيخ. ابشر يا شيخ. جاهزين جاهزين. قصي يا قمي، افعل هكذا. بسم الله.